هذه الدار اللي تسكنوا فيها شلة حضارات، وهادو اهلنا وناسنا، مرحبا بهم، مرحبا بكم اليوم في شلة. شلة كما كتشوفوا مدينة كبيرة تبنات ستة ديال القرون قبل الميلاد. نشكركم على حضوركم معنا اليوم، وكيف ما كتعرفوا منذ دابا 3 سنوات وحق تنفيذا للرؤية ديال سيدنا الله ينصرو، الذي دائما كان في الخطابات نعتبر الثقافة يعني من المؤهلات حتى الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار الفكرة جات باش نطلقوا مشروع نوستالجيا، بدات في الرباط وها هي اليوم تعود لمدينة الرباط. ولكن نوستالجيا الحمد لله اليوم شفناها في مجموعة ديال المدن، شفناها في شاون، نشوفوها في الدار البيضاء، نشوفوها في أكادير، يعني في طنجة، يعني في مجموعة ديال المدن ديال المملكة. الهدف الأساسي كيبقى بالطبع هو يعني إحياء المآثر التاريخية عبر القصة، عبر التاريخ اللي كان في المناطق المعنية بهذه المشاريع. هنا في مدينة شلة كيف ما كتعرفوا بالطبع تاريخ ديال الرومان، تاريخ ديال المرينيين كذلك، يعني كنحاولوا يكون هناك إبداع من حق الابداع للمسرحيين اللي كيبدعوا في هذه العمليه باش يعاودوا مره اخرى تاريخ هذه المنطقه بطريقه جيده. في نفس الوقت بالطبع هي للزائر للسائح هي غنى ثقافي، ولكن في نفس الوقت هو كذلك اقتصاد، هو كذلك ترويج للمنطقه اللي كيكونوا فيها هذه الانشطه. وكيف ما كتشوفوا اليوم كيكون واحد الاقبال كبير على هذه الانشطه. انا اعتقد كنعتبر بان الشباب، بان المغاربه كلهم في الحقيقه متعطشين باش يشوفوا تاريخهم بطريقه جديده. اليوم بدينا بهذه المآثر التاريخيه، لما لا غدا، وتكلمنا عليها مرارا وتكرارا، حتى يعني افلام ومسلسلات حول التاريخ وحول المآثر التاريخيه للمملكه. انا محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطه، زديت وكبرت في طنجة وخاشي.